بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم طلاب الصف الثاني الثانوي. هنشوف الآن اختبار الفصل الأول. نراجع الفصل الأول كامل من خلال الاختبار، نقرأ الأسئلة ونحلها. إذا كان y يساوي سالب 1 و x يساوي 3 فأوجد قيمة العبارة x زائد y تربيع مضروبة في 2 زائد x. ده تدريب سهل كلنا حافظينه. يبقى أنا عايز قيمة العبارة x زائد y تربيع مضروبة في 2 زائد x. ده الكلام ده امتى؟ هقول اذا كانت ايه x في 3 يبقى هعوض مكان x، كل x اشوفها اشيلها واحط مكانها 3، يبقى الاكس اهي احط مكانها 3 زائد y تربيع y احط مكانها سالب 1 تربيع مضروبة في 2 زائد x الx في 3. يبقى نشوف لو انت ركزت الx استبدلتها ب 3، الواي استبدلتها بكام؟ الواي استبدلتها بسالب 1، يعني عملية تعويض بس مباشر. تعال نحسب، ازاي تتحسب بقى؟ هنا قلنا في أولويات للعمليات، أولويات العمليات أول أولوية ليه؟ القوة، الأسس. لا، طبعًا أول حاجة الأقواس. ماشي؟ فأنا عندك زائد سالب 1 تربيع خليها، القوس 2 زائد 3 5. طيب الأولوية هنا للقوة، يبقى أنا خلصت القوس 2 زائد 3 5، القوة الأس ده 3 زائد سالب 1 تربيع سالب في سالب بموجب، 1 تربيع بواحد، خلاص؟ الخمسة زي ما هي. الآن مش الأولوية؟ الضربة أو القسمة، يبقى 3 زائد فينا ضرب 1 في 5 ب 5. آخر حاجة الجمع والطرح، 3 زائد 5 كام؟ 8، يبقى قيمة العبارة اللي أنا عايز أحسبها 8. تدريب سهل ما فيهوش أي حاجة. بسط العبارة التالية، عايزين نبسط العبارة، طبعا احنا خدنا طرق تبسيط العبارة، سالب 4 في 3 a زائد b ناقص 2 في a ناقص 5 b. هنعمل عملية ايه؟ عملية التوزيع، نضرب سالب 4 داخل القوس، نضربها هنا مرة ونضربها هنا مرة، ونضرب السالب 2 داخل القوس، نضربها هنا مرة وهنا مرة، اللي فيها عملية التوزيع. يبقى نعمل عملية توزيع، سالب 4 في 3 سالب 12 a، سالب 4 في b يبقى سالب 4 b، هنضرب السالب 2 جوه، سالب 2 في موجب هنا سالب في موجب، سالب في موجب بسالب، 2 في a ب 2 a، سالب في سالب بموجب، 2 في 5 يدينا 10 b. اجمع الحدود المتشابهه، عندي سالب 12، شوف كده، عندي سالب 12 a وعندي سالب 2 a، اجمعهم جنب بعض يديني سالب 14 a، سالب 14 a، عندي سالب 4 b، وعندي موجب 10 b، سالب 4 b وموجب 10 b يديني موجب 6 b. خلاص بسطتها. واحد يقول لي طب ما تعمل يا استاذ سالب 14 زائد 6 يديك سالب 8 a b. غلط، دي سالب 14 a ودي 6 b، ما ينجمعوش مع بعض. دي ابسط صوره، ما اقدرش ابسط اكتر من كده. خلاص شوف مثال اخر، اختيار من متعدد، اذا كان 3 m زائد 5 يساوي 23، تمام؟ فما قيمة 2 m ناقص 3؟ عشان اجيب 2 m ناقص 3 لازم اكون عارف قيمة m. طب اعرف قيمة m ازاي؟ من المعادلة الأولى. يبقى همسك المعادلة الأولى اللي هي 3 m زائد 5 يساوي 23، هطرح 5 من اليمين و5 من اليسار، يبقى 3 m، اطرح من هنا 5 ومن هنا 5. لما تطرح الخمسة دي تروح، لما تطرح من هنا 5 يديك 18. بعض الطلاب يقول اللي الموجب 5 تروح الطرف الثاني باشاره مخالفه، يبقى 23 ناقص 5 يديني 18، الاثنين صح. 3 ام يساوي 18، نقسم هنا على 3، نقسم هنا على 3، 3 ام على 3 يديني ام، 18 على 3 يديك ايه؟ 6. واحد بقى يروح يقول له استاذ الاجابه 6، خطا يا حبيبي، هو عايز 2 ام ناقص 3 مش عايز ام. يبقى هرجع ثاني احسب قيمه العباره اهي، 2 ام ناقص 3 يبقى 2 ضرب الام بكام؟ الام ب 6 ناقص 3، 2 في 6 ب 12 ناقص 3، 12 ناقص 3 كام؟ 9، يبقى الإجابة الصحيحة 9 مش 6، 6 دي قيمة الإم، لكن أنا عايز 2 إم ناقص 3، فاهمين يا شباب؟ يبقى بعد ما جبت الإم رحت عوضت في العبارة 2 إم ناقص 3، طلعت الإجابة إيه؟ 9. نشوف تدريب آخر. يريد عبد الله تصميم 3 أحواض للورد في حديقة منزله، فأحاط كل منها بسياج، فإذا كانت الأحواض الثلاثة متطابقة ولها الشكل أدناه،
شكل المجاور ده، فكم قدما طول السياج الذي يحتاج؟ الحوض الواحد اهو عباره عن 7 زائد 5 زائد 7 زائد 12، ده حوض واحد. طب هم 3، يبقى هضرب كل ده في كام؟ في 3، يبقى 3 في مجموع في محيط الحوض الواحد. هنا في طريقتين، تحسب القوس الاول اهي 3 ضرب 7 زائد 5 12، 12 زائد 7 12 زائد 7 19، 19 زائد 12 يديني 31، 12 24 31 فعلا. بعدين اضرب 3 في 31، 3 في 1 ب 3، و3 في 3 ب 9، 93 قدم انا محتاج 93 قدم. في طريقه ثانيه يضرب ال 3 في 7 وبعدين ال 3 في 5 وبعدين ال 3 في 7 ثاني وبعدين ال 3 في 12، يعمل عمليه توزيع هيطلع لي اربع ارقام هجمعهم هيديني نفس الاجابه، بس انا اسهل لي اجمع ما بداخل القوس اهو واضرب 3 في 31 مره واحده يديني 93 ايه قدم، يبقى انا هحتاج 93 قدم من السياج. سؤال سهل ما فيهوش اي حاجه. سؤال اخر، اذا كانت واي بتساوي سالب 2 اكس بتساوي 2 على 3، فاوجد قيمه 3 في اكس زائد واي على 4 اكس في واي تربيع. يبقى انا هقول له نكتب العباره الاول، 3 في اكس زائد واي على 4 اكس واي تربيع، نعمل عمليه الاستبدال او التعويض. 3 مكان الاكس 2 على 3 زائد كام؟ زائد سالب 2 على 4 في الاكس ب 2 على 3 في الواي بسالب 2 الكل تربيع. ماشي، ممكن فوق في البسط انا احسب البسط الواحد والمقام الواحد الاول، اعمل عمليه توزيع، اضرب دي هنا ودي هنا. ماشي، تعال نحسب البسط الاول، يبقى انا اقول تساوي 3 في 2 ب 6، 6 على 3 يديني 2. تاني 3 في البسط 2 6، 3 في 2 ب 6، 6 على 3 يديك 2. زائد 3 في سالب 2 بسالب 6، يبقى انا سهلت الايه؟ البسط. تحت في المقام 4 اهي في 2 على 3 سيبها زي ما هي. سالب 2 اس 2 بموجب 4 عملت اهي. يبقى شوف انا عملت فوق توزيع وتحت بس حسبت القوة. فوق لسه ما زلت في البسط. 2 زائد سالب 6 يديك سالب 4. ننزل في المقام نضرب البسط في البسط في البسط والمقام في المقام في المقام، لان دي مقامها واحد ودي مقامها واحد. 4 في 2 ب 8، 8 في 2 ب 8 في 4 ب 32 على 3، يبقى 32 اهي على 3. يبقى سالب 4 تقسيم 32 على 3. بعض الطلاب يقولوا مقام المقام بسط، بعض الطلاب ما يفهمهاش، اعملها قسم عادية. سالب 4 تقسيم 32 على 3، لو انت نسيت يعني ان مقام المقام يرجى بسط، لا كده سالب 4 تقسيم 32 على 3 تبقى سالب 4 على 1 ضرب 3 على 32. يبقى نضرب بقى سالب 4 في 3 في سالب 12، 1 في 32 ب 32، اعمل عمليه تبسيط فوق وتبسيط تحت، على ال 2 فيها ال 6 بالسالب، على ال 2 فيها ال 16 مرة تانية، على الاثنين فيها السالب 3، على الاثنين فيها 8، تطلع الإجابة سالب 3 على 8 في أبسط صورة، يبقى الإجابة سالب 3 على 8.